جينا خليني ابدا معاكي. انت طبعا من احد المتطوعين في كوب 27، والحقيقه ان انت كمان كنت احد المتطوعين في منتدى شباب العالم. خليني اتكلم معاكي بشكل عام عن فكره التطوع، انك تكوني متواجده في المنتديات المختلفه، في القمم المختلفه، تفهمي الناس المفروض يعملوا ايه، يكون في مناقشات سريه بينك وبين الناس. فكره التطوع عملتيها ازاي؟ الاجراءات اللي مشيتي فيها عشان توصلي لكوب 27؟ طبعا زي ما قلتي، انا متطوعه في لجنه تنظيم منتدى شباب العالم، واللجنه دي هي المسؤوله دلوقتي انها بتدير غرفه العمليات لاداره مؤتمر كوب 27. فاحنا مسؤولين عن كل التنظيمات، كل الفعاليات، كل التنظيمات بشكل عام، من اول ما الوفود بتيجي لغايه ما بتغادر بتحضر. احنا متطوعين من ضمن برنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقيادة، وطبعا جات لنا الفرصة التطوع وشرف لينا ان احنا نكون بنشارك في حاجة عظيمة زي دي. جينا، احساسي ان عندك تفاصيل كتيرة، بس انت يعني انا عايزاكي تقولي لي وتحكي لي كده بأريحية شديدة. طبعا فكرة التطوع ما جاش في يوم وليلة، يعني ده كان محتاج تحضيرات كتيرة ومحتاج تأهيل كتير، واكيد لكل انسان مننا بيبقى ليه تحدي كده لما بيكون عايز يوصل لهدفه. فأعتقد التطوع بالنسبة لك كان فيه تحديات كتيرة جواكي، وكان فيه تفاصيل، وكان فيه تأهيل بتشتغلي على نفسك. فأنا عايزاكي يعني تكوني كده نموذج لأي شابة مصرية عايزة تشارك بعد كده، مش بس في كوب 27، لكن في أي حدث الحقيقة بيشكل فرصة للشباب. والحقيقة الفرص كتيرة في مصر، يعني الحمد لله، بتكون ما بين كل فترة والتانية. عملتي ايه؟ اشتغلتي على نفسك ازاي؟ اهلتي نفسك ازاي؟ بس خدي راحتك في الكلام، اتفضلي. انا هبتدي من اول ما التحقت بالبرنامج الرئاسي. ما تهياليش ده حصل قبل كده. كميه الدعم اللي البلد بتقدمها دلوقتي بتمكن بيها الشباب. احنا دلوقتي يعني زي ما فخامه الرئيس بيقول، احنا دلوقتي ده الوقت بتاع الشباب. الدوله معتمده على الشباب في خطه التنميه الحديثه. كل مؤسسات الدولة الحقيقة بتدعم الشباب بشكل كبير جدا، فده من أهم الأسباب اللي خلتني ألتحق بالبرنامج. ومن خلال البرنامج هو كان بيعلمنا إزاي تبقى قيادي في منصب قيادي من جميع النواحي. فطبعا الالتحاق بالبرنامج ده تم تأهيلنا في كل إن احنا نطلع بشكل مشرف، شكل فعلا نقدر نتعامل بيه مع جميع يعني كل الناس اللي هي الحقيقة بنقابلها، ازاي نبقى شكلنا مشرف، نكون لايقين ان احنا نريبريزنت صوره مصر. ف دي اول خطوه. وطبعا قبل ما نيجي هنا احنا كنا في اجتماعات دوريه علشان تحضيريه لكوب 27 لغايه ما جينا. وطبعا ايه الاجتماعات التحضيريه؟ يعني كان فيها ايه تفاصيلها مثلا؟ من اول المحتوى بتاع الجرين زون، ازاي هتبقى كل حاجه موجوده في مكانها، ايه الغرض من كل حاجه، ازاي هنماركت للجرين زون، ازاي هنشد الناس، ازاي هنخلي الاجانب تحس ان هي عايزه تيجي وتتفرج وتماركت للجرين زون، ومش بس للجرين زون، للبلد بصفه عامه. دي سياحه كبيره قوي، وكان لازم نشتغل عليها من بدري. كان لازم صوره يعني كان لازم المؤتمر يطلع باحسن شكل ممكن، يعني فعلا يليق بالدوله المصريه. فده الحقيقه اللي احنا حاولنا نعمله الفتره اللي فاتت، وبنحاول نعمله كل يوم، يعني من الصبح لبالليل شغالين انه فعلا اي حد يجي يكون يعني فخور بالبلد، ويمكن الصورة المغلوطة اللي عنده عن مصر تتغير.